بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا الحمد لله، يعني تمثلت لي الشفاء في فترة النقاهة، لكن حبيت ان انا اعمل مفاجأة للاصدقاء. طبعا العديد من الاصدقاء، انا طبعا بعتذر، كانوا بيحدثوني على التليجرام، بيحدثوني على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن انا الحقيقة ما فتحتش التليجرام من فترة بسبب ظروف المرض، وكان المفروض ان هم عاوزين يدخلوا دورة التحليل الرقمي الاحترافي، وانا كنت للاسف توقفت عن يعني زي ما بيقولوا ايه، قبول دارسين جدد من 1/9، تمام. وكانت بقى بعد كده الحالة الصحية لا تسمح بالتواصل. دورة التحليل الرقمي الاحترافي كامل المستويات ب 2500 دولار، لا احنا جعلناها ب 1000 دولار، رجعناها للسعر القديم الخاص بيها ب 1000 دولار. وهي دورة ممتازة جدا، طبعا أكتر من 40 ساعة تعليمية. كل الكلام ده هتدرسه في دورة التحليل الرقمي الاحترافي. هل يلزم انك تكون متقن لعلم الرياضيات؟ لا، احنا مش بنطلعش مدرس الرياضيات، احنا بنطلع متاجر. فدي طبعا، واضفنا استراتيجيات الكأس المقدسة الرقمية واستراتيجيات الهيدج التي لا تخسر. كل الكلام ده تقدر تراسلنا على course@robaliyusuf.com، تمام. دي في حالة الرغبة للاشتراك لإحدى الدورات المقدمة، تقدر تتواصل معانا على course@robaliyusuf، وهتركه في صندوق الوصف. هنعمل كوبي كده ونعمله في صندوق الوصف، تمام. دي الدورة الأولى، وهي سعرها 1000 دولار، وهي جاهزة، يعني هي كلها تم تسجيلها، مفيش أي مشكلة. دي فيديوهات مسجلة خاصة على اليوتيوب، تمام، تقدر تشوفها في اي وقت، مفيش اي مشكله فيها. ودي الحقيقه دوره التحليل الرقمي الاحترافي تعبت فيها جدا، يعني قعدت اسجل فيها حوالي سنه ونص، سنه ونص عمال تعمل محاضرات، وكمان اغلب المحاضرات كانت يعني لايف، كانت على تطبيقات عمليه، فبصراحه تعبت فيها بشكل غير طبيعي. فبس الحمد لله الناس اللي دخلت عرفت قد ايه في حاجة اسمها تحليل رقمي احترافي تقدر تشتغل بيه، سواء في شركات تمويل، سواء في سوق الفوركس نفسه، الحمد لله. وطبقوا، في ناس منهم نجحوا واجتازوا التقييمات بشركات التمويل المختلفة. طيب الدورة الثانية هي دورة استراتيجيات الطاحونة الرقمية، وهي دورة متميزة جدا. هي كانت الأول حوالي 10 محاضرات، وبعد كده جعلناها 20 محاضرة، وبعد كده خليتها 25 محاضرة، ممكن في الآخر تبقى 30 محاضرة، مفيش أي مشكلة، تمام. هي دورة تتناول إدارة رأس المال، إزاي تقدر تدير رأس المال، استراتيجيات رأس المال مع استراتيجيات المضاعفات، مع بعض استراتيجيات الهيدج والأفكار المختلفة عن الهيدج، لكنها ليست دورة عن الهيدج، تمام. في دورة مستقلة اسمها دورة الهيج، دي لسه احنا ما عملناش، منتظر ان دورة الهيج دي ممكن تكون مثلا بعد شهر او شهرين، يعني ممكن تكون في شهر 12، تمام. لانها دورة متميزة جدا دورة الهيج، لكن لسه الحقيقة وعليها طلب كبير جدا، الاصدقاء طالبين دورة الهيج، لكن عايزة صحة، يعني عشان تسجل دورة لا عايزة صحة، لان هي محتوى كبير جدا، تمام. فالمتاح حاليا هو دورة التحليل الرقمي الاحترافي اللي برشحها وبقوة، هتفرق معاك كتير، مش محتاج ان انت تكون متعلم رياضيات ولا الحاجات ديت. احنا الحمد لله بنشرح باسلوب سلس وبسيط جدا، وبنعمل تطبيقات عملية، وهتكون على اليوتيوب، تمام. بالنسبة لدورة الطاحونة الرقمية، تم تسجيل 21 محاضرة، ومتبقي مفترض 4 محاضرات، تمام. لو اقتنعنا ان هي 25 محاضرة، لقيت ان لا المحتوى المفروض يتم زيادته، هزود، وفي الغالب هيتم زيادة المحتوى، يعني انا بعمل كده، يعني انا على طول ممكن اكون متفق معاك ان هي تبقى 10 محاضرات او 20 محاضره او 30 محاضره، وتلاقيني بقول لك لا دول بقوا 50 محاضره 100 محاضره، المهم ان انا اقتنع بما يتم تقديمه، تمام. دور التحليل الرقمي الاحترافي ديت لما كنا بنشوفها زمان بالخارج كنا بنلاقيها ب 30,000 دولار و 20,000 دولار، وللاسف الشديد ما كانتش هي المحتوى اللي احنا في خيالنا
تمام. فالحمد لله اللي احنا قدرنا نوفر للمواطن العربي البسيط الكيوت الجميل دورة. انا عارف اللي هي برضو $1,000 كتير، لكن انت ما تقدرش تنزلها اكتر من كده، ما تقدرش تخفضها اكتر من كده، تمام. لان هي دورة الحقيقة اللي احنا كنا يعني قلنا اللي هي المفروض تبقى ب 2500 او ب 3000، لكن احنا راعينا برضو البعد المادي والاجتماعي للمواطن العربي الجميل الكيوت وجعلناها ب $1,000. غير كده احنا عملنا كمان حاجة هدية للاصدقاء اللي عاوز يدخل دورة تحرير الرقم الاحترافي ومعاها دورة استراتيجيات الطاحونة. لو دخلت الاتنين نقدر نعمل خصم $200 ويبقوا الاتنين ب $1,300. طبعا $1,300 دورة تحرير رقم احترافي مع استراتيجيات الهيدج، استراتيجيات الطاحونة الرقمية، انت كده خلاص. بس هياخدوا معاك وقت كبير جدا، ما اعتقدش ان انت تقدر تخلصهم يعني في شهر، لا ممكن ياخدوا معاك 2 3 شهور لان هي محاضرات كتيرة. فلا، اما انك تدخل دورة تحرير الرقم الاحترافي او تدخل استراتيجيات الطاحونة الرقمية، ما تدخلش الاتنين لان ده هيبقى انا بطبعي رغاي يعني هتدخل لا هتتعب. النتائج هتكون كويسة، اضمن لك باذن الله يا رب ان شاء الله نتائج ممتازة وتاخد حاجة ممتازة جدا، بس هتتعب، الاتنين هيتعبوا. فخليك في دورة تحليل الرقم الاحترافي او في دورة استرشاط الطاحونة الرقمية. دورة تحليل الرقم الاحترافي ب$1,000 ودورة استرشاط الطاحونة الرقمية ب$500. وبالتوفيق ان شاء الله. ما تنساش تتواصل معانا على كورس اد بروب آلي يوسف. العرض ده ساري حتى يوم 1/10/2023، تمام؟ عرض هذه الدورات لغاية يوم 1/10/2023 ان شاء الله. شكرا جزيلا وبالتوفيق.